السلام عليكم الزول في الأول، مرحبا بكم، أهلا إلى قناة المغربية. التغطية مستمرة على القناة على المسيرات التي تعرفها الجزائر بعد إيداع ملف ترشح عبد العزيز بوتفليقة، مسيرات خرجت هذا المساء تندد بالعهد الخامسة وتندد وتطلب القطيعة مع النظام الجزائري. يكون معنا في الاستوديو أستاذ كريم طابو. كريم طابو، مرحبا بك، أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. بارك الله فيك. كريم طابو المنسق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي LUDS، ويكون معنا من الجزائر العاصمة عبر الهاتف محمد، أستاذ محمد بن علي، مستشار سابق في رئاسة الجمهورية وقيادي في حزب طلائع الحريات. أستاذ محمد بن علي، مرحبا بك. ما راهوش معنا، يقولوا لي الإخوة. يكون معنا من كندا عبر خدمة سكايب الأستاذ سفيان شويتر، محامي ومحلل سياسي. أستاذ سفيان شويتر، أهلا بك. أهلا، السلام عليكم. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله. ويكون معنا بوزيدي شعلال من الجزائر العاصمة، صحفي. نبدأ بك أستاذ سفيان شويتر من كندا، مرحبا بك ثانية، مرة ثانية. عاشت يعني، شفنا مسيرات هذه المساء، آلاف الجزائريين خرجوا في كل المدن الجزائرية من الشرق إلى الغرب، الشمال إلى الجنوب، تندد يعني بترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة. ولكن المطالب ليس فقط بالتنديد لترشح عبد العزيز لعهدة خامسة، ولكن القطيعة مع النظام. ماذا ممكن أن تقوله أستاذ سفيان شويتر عن هذه المسيرة؟ أعتقد نحن الآن يعني أولا نثمن هذا الحراك وهذا رد الفعل تاع الشعب والشارع الجزائري في قضية الهروب، سياسة الهروب إلى الأمام. الحقيقة أن الشارع الجزائري على الأقل تقريبا منذ 22 فبراير موقفه كان يرفض في حقيقة الأمر المشروع للنظام، وهو تمرير بالقوة وبالتعسف وبالتزوير العهدة الخامسة لشخص أصبح غير قادر على تسيير شؤون الأمة. ولكن هذا المساء وأثمن هذا الحراك يثبت حقيقة أن الشعب الجزائري أصبح حرا حقيقة، وانتزع رغم أنف جميع، رغم أنف ويحيى وقايد صالح والآخرين، انتزع حقه في التظاهر وحقه في التعبير السلمي في الأماكن العامة. الحراك تاع هذا المساء اللي هو تقريبا حسب بعض المعلومات ربما على وشك الانتهاء، وجرى بصفة يعني عادية وسلمية متحكم فيها. هذا موقفه في الحقيقة ليس فقط ضد العهدة الخامسة ومشروع النظام نظائم القائم في الجزائر، وإنما كذلك ضد سياسة الهروب للأمام. يعني كان يفترض على هذا النظام بعد على الأقل هذا الحراك الذي شهدته الجزائر منذ 22 فبراير وما جرى فيما بعد يعني في بعض المناطق، من سواء من الطلبة والمحامين إلى آخره، من رفض هذه السياسة النظام ورفض سياسة النظام وهذا مشروع النظام، معناه كذلك انتهاء لهذا، يطالبون بنهاية هذا النظام في حقيقة الأمر. هذا الحراك اليوم وهو رفض، يعني في هذه الليلة هو رفض موقف السلطة وهو الهروب إلى الأمام، لأنه في حقيقة الأمر السلطة أثبتت أنها ليس لديها حلول، ليس لديها بديل، عاجزة عن إيجاد حلول توافقية مع كل أطياف المجتمع، مع كل القوى السياسية، وبالتالي أصبحت في حقيقة الأمر غير قادرة وغير قابلة للبقاء في هذه السلطة. من الناحية الأخرى حقيقة أن هذا الحراك الذي أكرر يعني أكرر أثمنه، لأن إيماني لسنوات أؤمن بأن النضال السياسي مع الأنظمة الاستبدادية ليس في المشاركة في ما يسمى بالتطبيع مع الأنظمة، بمشاركة في انتخابات تصويرية في مؤسسة المزورة، وإنما
في الشارع الذي سيتمكن من تغيير موازين القوى لصالح المجتمع ولفرض يعني إرادة الشعب، وهي إرادة في العيش في دولة الحرية، دولة الكرامة، ودولة تعددية ديمقراطية تحترم فيها مبادئ سيادة القانون. نعم، قعد معنا السي سفيان شويتر لو سمحت. نرجع لهنا للاستوديو، معنا كريم طابو. كريم طابو، يعني النظام يصر على العهدة الخامسة ولكن المسيرات تزداد، شفنا يعني اليوم مسيرات ضخمة في كل المدن الجزائرية، يعني أين تسير الأمور؟ شكرا سي ناصر، وحيي الأخ سفيان شويتر، وأحيي كل الجزائريين خاصة الجالية الجزائرية في الخارج الذي شاركت بقوة في هذا الحراك، خاصة اليوم في ساحة الجمهورية وفي عواصم أخرى في أوروبا. أثمن هذا الحراك لأنه يعطي نفس قوي، إضافة قوية لهذا الحراك الشباني في الداخل، يعني في الجزائر. ثم اسمح لي ناصر أثمن عمل الذي تقوم به قناة المغاربية، لأن قناة المغاربية لمدة سنوات أرادت وعملت بأن لكي يرفع الستار على واقع، على واقع سياسي، على واقع اجتماعي، على واقع اقتصادي في الجزائر، وخاصة قناة المغاربية كانت منبر للمحللين، للنخب، للمعارضين، لإيصال هذه الرسالة. وكانت النخب السياسية عديدة والنخب مثقفة عديدة كانت تنتظر هذا اليوم، تنتظر يعني هذا الحراك الشعبي. وهذا يعني نحييه، ونحيي هذا الشباب الذين بالرغم من وجود كل القيود، كل العراقيل، كل الوسائل المستعملة لمدة عقود، الشاب الجزائري الذي زاد في 99 حتى اليوم ماذا عرف من حياته، ماذا عاش من حياته؟ عاش بوتفليقة، عاش الحراقة، عاش الفساد، عاش الإهمال، عاش الإقصاء، كل يعني أساليب العنف عاشها، وأكثر من هذا عاش الاستهزاء به من طرف مسؤولين. لا ننسى بأن قبل تاريخ 22 فبراير كان المسؤولين الجزائريين يعني تعدوا حتى الحدود المقبول، كانوا يستفزون، كانوا يستهزئون، كانوا يظلمون، كان يعني يعاملون الجزائري كأنه لا غير موجود، يعاملون المواطن الجزائري كأنه غير موجود أصلا. عندما يعني أتذكر بتدخلات وتصريحات جمال ولد عباس اللي كان يقول باللي رانا هنا 2019 2024 2030 2000 والكثير، عندما يعني ما زالت موجودة في أذننا تصريحات حمدو يحيى اللي كان يستفز الجزائريين ويقول للجزائريين باللي احنا نتحكموا في الشارع، ما كاش واحد ينزل للشارع. فينالمون كل هذه أكاذيب، هي ثلوج الربيع، هذه تسمى ثلوج الربيع. نعم. بمجرد أنها تشرق الشمس يذوب هذا الثلج. فينالمون هذا النظام الذي يعني بني على ظلم، بني على أكاذيب، بني على محاولات متعددة متكررة لمراوغة تاريخ البلاد، لمراوغة طموح البلاد في آخر المطاف. هذه الهبة أكيد أن الترشيح ليس ترشح حتى من باب اللغة العربية، في بعض الأحيان هناك صحفيين يقدموا ترشيح بوتفليقة كأنه ترشح لبوتفليقة، ترشح بوتفليقة هو فعل قام به بوتفليقة، أما ترشيح بوتفليقة فتم ترشيحه من طرف أطراف أخرى. وهذا التعدي على مشاعر الناس، على كل هذا الغضب الذي يعني نزل إلى الشارع، هذا التعدي على كل الأعراف، على كل قواعد اللعبة، على كل القوانين، على كل ما يعني ما يسمى بقواعد لعبة سياسية. نعم. هذا التعدي أكيد أنه يزيد ويزيد من الغضب ويزيد و و و نعم. وترشيح بوتفليقة كانت من المفروض أن هذه السلطة تقرأ الرسالة،
أكيد أن هذه رسالة من بين الرسائل التي كانت تبعث للنظام السياسي في الجزائر. نعم. كانت الملاعب حقول للرسائل، كانت الحراقة بمجرد أنها ترمي نفسها في البحار، الشباب التي كانت ترمي بنفسها في البحار كانت رسالة. والجالية وهذا الذهاب بأفواج بكثافة لنخب جزائرية واستقرت في كندا، استقرت في فرنسا، استقرت في بلدان أخرى، هذا تفريغ البلاد من 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 محتواه يعني بالآلاف من أطباء، من مهندسين. نعم. من نخب استقرت في الدول الأجنبية، هذه كلها رسائل. ولكن هذه السلطة أرادت أن تبني جدار. نعم. على هذه الدولة، على هذه البلاد، أرادت أن تقوم بحصار. نعم. الجزائريين لكي لا يرى أحد. نعم. وعلى هذه المغاربية لعبت دور يعني رائد قوي في فك الحصار على الشباب. شكرا كريم طبوس، سنعود إليك. نروح البوزيد إشعلالين صحفي من الجزائر العاصمة. بوزيد إشعلالين مرحبا بك. بوزيد، هل معنا بوزيد إشعلالين؟ بوزيد إشعلالين، وين أصدر؟ مرحبا بك بوزيد. بوزيد، يعني خرجوا ألاف. نعم، يا يو دي ميليي دالجيروا كي سون سورتي، يعني خرجوا ألاف يعني سكان الجزائر العاصمة هذا المساء ينددون يعني بترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة. حطنا في الصورة بوزيد، يعني واش اللي شفتوا، كيفاش، واش كانوا شعارات الناس اللي خرجوا في العاصمة؟ هي هناك المتظاهرين الذين خرجوا في كثير من الجهات في الجزائر العاصمة، في مسكن بلد واد، في تريكار، في حق قوطان وشمالات، وكل المتظاهرين خرجوا بعد بعض دقائق بعد أقول لديك وجود في الجيوكون بعد عيد السيطة، وكنا خرجوا بعد فشيقوا الرجالة وفتيكوا سين عليه contrairement à ce qui a été écrit par certains journalistes, il n'y a pas eu d'affrontement. Il y a eu parfois que l'Ahlen Kaif fait des choses à tort ça, mais ça part dans le calme. Il y a un groupe de jeunes, d'une centaine de jeunes, on a fait le droit de l'Ahlen Kaif, et qui ont l'équilibre public. Donc, c'est la réception de la prime à l'aéroport. Absolument, donc, ils ont repris ce chemin, on a absolument raison. Ce qui continue, il y a des installations dans le dispositif sécuritaire, par exemple, ils sont en train de se déployer. Donc, à quoi dit M, il faut aussi le faire pour le café. Voilà. Donc, ce qui vous dit, c'est que les chars, ne sont pas des rachets de Raïd, c'est un Raïd qui est du coup un Yarhal, mais il y a un peu de يعني كما هو يقول. نعم بوزيد، يعني ما كانش فيه عنف. نعم ما كانش فيه عنف، كثير بعض من الأحياء بعض المتظاهرين في الجامعة، لكن في لم يكن donc les manifestants travaillent, ils travaillent la forme, mais ils veulent les manifestants au CRS. Et pour l'instant, on passe pas dans le cadre. Bon, bien sûr, quand même à Alger Centre. Donc ce que je vois tant qu'à la micro, c'est que quand on manœuvre, il est mécanique. Donc après, il y a quelle région où je suis chez le شكرا بوزيد، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. بوزيد إشعلالين، يعطيك الصحة، شكرا بوزيد. نذكر برك الإخوة المشاهدين والمشاهدات، يعني نفتحوا الصندر الآن، يعني اللي حب يعبر على رأيه، ممكن كان حتى في المسيرات اللي عرفتها الجزائر هذا المساء في الليل، حبينا نسمعوا منكم، يعني دوك نفتحوا ان شاء الله الستوندار عندنا. ولكن مقبل ما نروحوا للمتصلين، فيه كثير من يعني المتصلين لما نقول للاخوه في الكنترول، نروحوا نشوفوا برك هذه المسيره في ورقله ونرجعوا لكم.
عندنا بعض الاتصالات سنأخذها. عندنا خالد من الجزائر العاصمة. خالد مرحبا بك. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا تقديم التعازي الحارة لعائلة بن خدة بفقدانها الابن البار الصيدلي بن خدة. كذلك نذكروا باللي هذا الرجل راه مات، راه أصيب في المظاهرة اللي شاركنا فيها يوم الجمعة. كذلك نقدم التعازي لنا نحن العائلة الصحية بفقدان هذا الصيدلي المرحوم، نسأل الله أن يجعله في جنة النعيم إن شاء الله. الأمر الثاني هو كما أدعو بالشفاء العاجل للمصابين الآخرين الموجودين في مستشفى مصطفى باشا وهم أربعة. وكذلك نطلب الشفاء العاجل لكل الجزائريين المصابين في هذه المحنة. الأمر الثاني أقول للشباب، هذا الجيل العظيم، هذه معركتكم أنتم، أما نحن فنحن نسير معكم، نحن آباؤكم نسير معكم ونؤازركم. الأمر الثالث الذي أريد أن أشير إليه هو تنظيم المسيرات، بحيث نحن الكبار في السن ونحن الآن نصل إلى الستينات، يمكن لكم أن أقترحوا أن تقدموننا في المسيرات القادمة إن شاء الله للأمام، لأننا نمتاز ببعض العقل ومستعدون للتضحية لحمايتكم، مستعدون للتضحية بأنفسنا لحمايتكم. كما أنصح شبابنا، أقترح عليهم وهم أهل لذلك، هم أهل لكي لتصير هذا الأمر، أقترح عليهم أن يسيروا مع من يعرفونهم حتى نتجنب دخول بعض المشوشين وبعض المفسدين داخل المسيرات. ويستحسن أن تقسم المسيرات على شكل مربعات، بحيث يكون العقلاء وكبار السن في الأمام، يستطيعون أن يتحاوروا مع قوة الأمن، وحتى إن تعرضوا إلى الضرب أو إلى شيء من هذا القبيل فنحن نفضل أن نضحي بأنفسنا لحماية لأولادنا. كذلك أتمنى أن تقوم مربعة فارغة لحماية النساء ويكون في الوسط حتى لا يحدث ما حدث قبالة قصر الشعب. هذا ما أستطيع أن أقول، ولست أهلا لنصح أبنائنا لأن الجهاد هي معركة جيلنا. كل ما نقول لهم نحن معكم، نحن معكم، نحن معكم، ومستعدون لحمايتكم في أي لحظة، سواء في المسيرات أو عندما تحتاجون إلينا. كلمة أخيرة للطبقة السياسية، أقول لكل الطبقة السياسية، ولقد رأيت ضيفكم الكريم طابو، التقينا مرة أو كذا ولكن لا أعتقد أنه يتذكرني، أن نستفيد من ما سبق، أن نسير مع هذه مع هؤلاء الشباب، وألا نحقر أي جهة تريد أن تلتحق. وأتمنى من كل سياسي، تجنب كلمة ركب الموجة، أتمنى من كل سياسي حتى لو لحقت بين الوزة حنون أو أي شخص لحقت بهذا الحركة فمرحبا، فالباب مفتوح، فالباب مفتوح لكل الجزائريين، لأنها هذه المعركة الأخيرة التي سترد إن شاء الله للشعب الجزائري ما كان ينتظره. شكرا الدكتور. أخيرا من فضلك رسالة إلى العقلاء داخل المؤسسات الأمنية، أقول لهم هذا دوركم الآن،
اعلم بان الصراعات لابائكم في المؤسسه الامنيه طيله الاستقلال دائما تنتهي بفوز حزب فرنسا. الان الاوان ان تحذروا من جميع ان تدققوا وتستفيدوا من تجربه ضباطنا المخلصين الذين كانوا يحاولون دائما استرجاع استقلالنا. لذلك حاولوا ما استطعتم ان تتجنبوا اخطاء من سبقكم. واخيرا اشكر المغاربيه واتمنى ان تحاولوا ان تنظموا انفسكم لتجعلوا انفسكم همزه وصل بين جميع الحركات والتظاهرات في مختلف الولايات. وشكرا. خالد بورغدة بارك الله فيك. نروحوا لبسكره ان شاء الله يكون مازال معانا حافظ. حافظ من بسكره. الو صحيح خويا. اهلا بك خويا حافظ، مرحبا بك. تحياتنا الاخ نصر، تحياتنا الاخ اللي هذا كريم طب. بارك الله فيك. تفضل تفضل حافظ. نتمنى له ان شاء الله الاعتماد لحزبه. ان شاء الله. ان شاء الله. قالوا كان هل كانت فيه مسيرات هذا المساء حافظ في بسكرة؟ كان هناك مسيرات في بسكرة على الساعة 11 ليلا. إيه حطنا في الصورة، حطنا وش كان فيه يعني ما يعني وش كانت شعارات في هذه المسيرات؟ لا نريد المطلقة وأخوه السعيد، هذا شعار أصبح أكثر من نار على علم. نعم. وإضافة إلى شعارات أخرى إسقاط النظام وشعارات ضد ضد يحيى، ضد رموز النظام الحالي على كل حال. كانت سلمية والشباب يعني اجتمعوا في وسط المدينة وافتتحوا بسلمية تامة، يعني ما كانش مشاكل. نوه ثاني باحترافية تجاه الأمن هنا في الولاية. ما كانش فيه عنف حافظ، ما كانش يعني ما كانش فيه عنف في بسكرة، ما كان حتى عنف، بالعكس كاين كبار يعني رجال كبار. تفضل حافظ كمل كلام. اظن فقدنا حافظ من بسكرة. عندنا اتصال اخر. عندنا الضيف الاستاذ محمد بن علي، مستشار سابق في رئاسة الجمهورية وقيادي في حزب طلائع الحريات. أستاذ محمد بن علي مرحبا بك. مساء الخير سي نصر، مرحبا بك الله يسلمك. بارك الله فيك المشاهدين. ويعطيك الصحة اللي دخلت معنا يعني هذا التوقيت المتأخر من يعني يوم الاثنين. بارك الله فيك. يعني أستاذ محمد بن علي، أنت كنت في المسيرات التي عرفتها الجزائر العاصمة هذا المساء، حطنا في الصورة يعني شفنا كثير من الجزائريين من العاصميين خرجوا، والأخ كريم طابو هنا قال لك يعني ترشيح عبد العزيز بوتفليقة هو التعدي على الأعراف واستفزاز للجزائريين. أكيد على كل حال تحية للسي عبد الكريم طابو في التشخيص نتاعو، ليس تعدي فقط على، هو تعدي على الاخلاق، تعدي على الحريات، تعدي على كرامه المواطن الجزائري. اليوم انا نسكن بالقرب من المجلس الدستوري. اليوم الطلبه من الجامعات المحيطه بالمجلس الدستوري، كليه الطب وكليه وجامعه الحقوق، هادو جاو في مسيرات الى المجلس الدستوري بمجرد سماع خبر انه انه انه, أنه الرئيس منتهي ولايته سيترشح. انا الان هذا عندي نص ساعه من كي دخلت من تحت اوداء ومن من من البريد المركزي ومرورا بمحمد الخامس، حيث قضيت اكثر من ساعه مع المحتجين. امواج غفيره من الشباب الذين قدموا من ساحه الشهداء والتقوا مع الجموع التي كانت في دشمراد وتحت اوداء، التقوا بالضبط في نطق الجامعه، ومن ثم
انطلقوا باتجاه محمد الخامس على اساس انهم يذهبون الى المراديه، ولكن الامر في 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 تجند الوعي المسؤول السلمي لهؤلاء الشباب الذين اعطوا الان درسا حقيقيا في مدى وعيهم، في مدى التزامهم، في مدى مسؤوليتهم. لم اشاهد اي حركه غير عاديه. شاهدت انسجام وتجانس بين هؤلاء الاطياف من الشباب. 99% من الحاضرين الذين كانوا حاضرين في ساحه اودان والنفق ومحمد الخامس ودي دوشمان كلهم 99% شباب، شباب وعي، شباب عرف انه هؤلاء إن يمكن ان نكيفهم على انهم عصابه الذين استولوا على القرار السياسي. هم اناس بعيدين عن الحكم، هم اناس غير دستوريين من خارج النظام. هم عصب ماليه فاسده هي التي اصبحت تسير، هي التي اصبحت تتحكم في القرار السياسي، هي التي اصبحت تتحكم في القرار الاقتصادي، هي التي اصبحت تتحكم في مصير الدوله الجزائريه، وهي التي اصبحت تهدد استقرار البلد واصبحت تهدد الى تفكك اركان الدوله الجزائريه. نعم. المرحله حرجه جدا. نعم استاذ محمد بن علي. نعم استاذ محمد بن علي راك تقول المرحله حرجه جدا، ولكن السؤال اللي يطرحه الان الجزائريين بعد هذه الملايين التي خرجت وراهي تقول احنا لا نريد لعهده خامسه، نحن لا نريد ان على نظام يعني باش يكمل، حبينا نطوي الصفحه، حبينا يعني بدايه جديده. شفنا الالاف اللي خرجوا في الدول الاوروبيه اليوم، يعني شفنا الالاف هنا في باريس. النظام لا يريد ان يسمع، يعني بتعنته الان ترشيح عبد العزيز بوتفليقه لعهده خامسه. من جهه اخرى هذه المسيرات بالالاف والملايين، وين راهي رايحه الدعوه هذه؟ هؤلاء القوم اصبحوا لديهم صمم، لا يسمعون الا لصوتهم، لا يسمعون الا للفاسدين الذين استحوذوا كما قلت على 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 على, على, على القرار السياسي، ولا يريدون ان يتركوا الجزائر. هؤلاء القوم اختطفوا الامل من الشباب. الحراك امامهم، والحراك امامهم ملايين من الشعب الجزائري تحركت. انا اقول لك اخي ناصر، انا منذ اقل من اسبوع كنت في تمرات، قضيت فيها اسبوع كامل هناك. قبلها في 2014 كنت انا الذي كلفت بالذهاب الى هنالك. العقلية تغيرت بين 2014 و2019، العقلية تغيرت تماما. هؤلاء سكان الجنوب الهادئين الصابرين المحتسبين أصبحوا مشتاطين مما هو واقع في الجزائر. أصبحوا يمقتون هذه المنظومة، أصبحوا يتكلمون جهارا نهارا رافضين لهذا الوضع القائم، رافضين لهذه المنظومة الفاسدة. إذن هذه عبرة، ولكنهم صامين آذانهم، وإنهم عمي بكم لا يفقهون، لا يريدون أن يسمعوا إلا صوتهم، ولا يريدون أن يعترفوا إلا بما هم فاعلون في هذا الشعب. ولكن يعني من باب حتى النصيحة عليهم أن يبتعدوا مما هو حادث في الشارع، ولا نريد أكثر احتقانا. لابد أن يرجعوا إلى العقل. لابد أن تسقط قضية العهدة الخامسة هذه. إذا كان حبوا يعني باش تستتب الأمور، ولابد انه هذه العهده الخامسه كمرحله اولى لابد انها تسقط، ثم تاتي مراحل اخرى للعمل على استتباب الامور، وتكون نيه صادقه للتحرك نحو حلحله هذه الاوضاع ونحو انتخابات
مستقلة حقيقة، وتجميد نشاط هذه اللجنة التي لا هي مستقلة ولا هي عليا. وبالتالي لابد من إذا لزم الأمر أن نمر بمرحلة انتقالية تسيرها حكومة نتاع رجال أشراف نتاع شخصيات وطنية نزيهة مشهود لها بالنزاهة، هي تسير الأمور، ثم تنظم الانتخابات في إطار لجنة تعين من بينها، ثم نمر انتخابات رئاسية، وبعدها نروح إلى تعديل دستوري اللي يضمن الحريات، يضمن الحقوق، يضمن الشفافية، يضمن الفصل بين السلطات، يضمن الشرعية الحقيقية التي تعود إلى الشعب. هذا إذا كان هؤلاء القوم فيهم درة من الوطنية، لابد أن يتجهوا بهذا الاتجاه، لابد للمؤسسة التي المفروض هي حامية الدستور وهي حامية الوطن أن تتحرك في هذا الاتجاه، ولا يصموا آذانهم هم نعم سي محمد لمزيد من الاحتقار، وبالدفع لمزيد من التصادم بين أبناء الشعب الواحد. نعم سي محمد، كفانا ما عناه الشعب الجزائري طيلة عشرية كاملة، كفانا مما عناه الشعب من تهميش وإقصاء وحرمان وسلب للحريات. الشباب فقد الأمل، كيف بالله عليكم هذه الطاقة الشبابية الخالقة للقيمة هذه يفرط فيها ويموت بالمئات وبالعشرات وبالمئات قوارب الموت، ألا يصحو ضمائر هؤلاء القوم؟ ألا يصحو أم أنهم صموا أذانهم وعملوا عينهم لكي لا يروا ما هو واقع في هذه الجزائر؟ يعني حبيت سؤال بعجالة لو سمحت أستاذ محمد بن عالية، يعني سيد علي بن فليس لن يترشح وهذا أعلن عنه، ولكن سؤال ما هو دور المعارضة الآن في الوقت الحرج وفي يعني في هذا الحالة اللي رانا فيها؟ المعارضة يا أخي ناصر لابد دوك حتى لا أقول تجاوزت الأمور، لابد أن تلتف وتحتضن هذا الحراك، لابد أن تعمل على 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 تأطير هذا الحراك، لابد أن تمشي في ركبه، لابد أن تضغط بكل أطيافها على هذه المنظومة الفاسدة حتى ترجع إلى 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 جادة الصواب، وتعمل على 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 حل الامور خارج هذا الاطار. الشارع تجاوز كل الناس، تجاوز الاحزاب وتجاوز السلطه وتجاوز الكل، على الكل ان يرجع الى الشارع ويستمع الى الشارع ويستمع الى مطالب الشارع ويتبنى مطالب الشارع ويسير في مقدمه الشارع الى 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 اذا لزم الامر. لا يمكن ان تبقى المعارضه في تقاعسها او في اجتماعاتها الغير مجديه، لابد ان تتحرك اتجاه تبني هذه المطالب، تبني حراك الشباب، تبني حراك الشارع وحراك المجتمع. خلاف ذلك فكل الجهه التي لا تسير بهذا الاتجاه ستنعلها الايام وسينعلها التاريخ. شكرا استاذ محمد بن عالية، بارك الله فيك، نشكرك على هذه المداخلة، يعطيك الصحة. نأخذ بعض المتصلين، نذهب إلى هذا الفيديو يعني باش نشوفه، يعني الجزائري والله العظيم عنده إبداع في القمة، عندما يعني يشوف يقول شفنا سمعنا أن يعني القمة اللي وراها برك مش للعالم كله على التحضر تاعه والسلمية وفاهم هو يعني للدفي تاع هذا البلاد. نروح نشوفوا هذا الشاب اللي بدع في الكلام تاعه ونرجعوا لكم. وأننا لما سمعنا الوطن يستنجد خرجنا نندد، فخرج الكل يهدد، أيها المسؤول هدد واحمل السلاح وسدد، ولكن تأكد أننا لن نتراجع، فقد سمعنا الوطن يستنجد
ويقول: أنقذوني، لا تتركوني في يد هذا الظالم المستبد. نحن ندفع الثمن، نحن ندفع الثمن لكي ندافع عن الوطن، ولكن لن نرضى أبدا بثمن لكي نخون الوطن. اليوم الشعب فاق بلي راهي تحكم فيه المافيا، وانتم اللي درتوا الفتنة ما بين القبائل والعرب والشهوية، وانتم اللي خلقتوا بيناتنا العنصرية، وهذاك البوليسي والجدارمي والعسكري اللي راك تخوف به ما تنساش ومش عدوية، وما تحتموش الحاج بشير يرفد السلاح ويجي تيري عليه. كلكم تحوسوا على البلاد تنفجر، كلكم كنتوا تستناوا في البلاد تنفجر، ولكن جرى عكس ذلك والكل كان منبهر. صح الشعب قلبه راه معمر، صح الشعب قلبه راه مدمر، ولكن قرر أن يطردكم ويقضي عليكم بأكثر سلم وتحضر، وسيطردكم إلى مزبلة التاريخ، ويكتب التاريخ علينا بحروف من ذهب منقوشة في الحجر. صارت لنا في 90، ولا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. أيها الذئاب، لن تستطيعوا أن تخلقوا اليوم الإرهاب، ولن تستطيعوا أن تصنعوا بيدنا الخراب، فتأكدوا فقد انكشف الضباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمة الوعي السياسي، بارك الله فيك. نأخذ بعض المتصلين. علي من العاصمة. علي مرحبا بك. الله يسلمك حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي وش نقول لك أنا، إن شاء الله الشباب تاعنا ما يخربوش برك في الليل هذا ما كان. أخطر هذه سيقولي هذه يحبوا يخرجوا الناس في الليل، حاجة بينا يحبوا الناس تخرج في الليل. لك تعرف الليل ما تعرف شكل رأيك السار، ما تعرف الضرب منين يجيك. ماذا بين المسيرة هذه يكملوا؟ بصح ماشي في الليل يا أخي، ماشي في الليل. في الليل اللي يقدروا يديروا كلش خويا، اللي يقدروا يديروا كلش. وهذه تاع سبحان الله العظيم، هذه تاع النكاز وتاع كذا وتاع بل معني بروفوكي في الغاشي باش يخرج في الليل هذا ما كان. ولكن علي المسيرات اللي شفناها، المسيرات اللي شفناها اليوم في كل يعني المدن الجزائرية بالألاف وبرهنت، يعني الحمد لله. ماشي غير بالألاف، تقدر تقول مئات الآلاف كاع، ماشي الآلاف. ولكن برهنت، يعني شفنا باللي سلمية تكون بالنهار ولا تكون بالليل. أخي العزيز ما فهمتنيش، مانيش نقول باللي ماشي سلمية، ماشي من جهة الشعب. مانيش نهضروا على الشعب. لو كاين الناس راهم خالصين وناس مجدينهم باش يخلطوا الأمور، وهادو الناس في النهار ما قدروش، في النهار تكشفوا درك يحاولوا يسيوا هذه الطريقة هذه تاع الليل، تجيهم سهلة. لازم الناس تكون فاطنة، لازم الناس تعش روحها مليح. هذا الفوار هذا يقدر يدير كلش. الفوار اللي قتل في التسعينات ولا ما الفوار اللي مازالوا دركا. الناس لازم تعصروا حبيبي. شكرا علي، بارك الله فيك. الله يسلمك خويا، يعطيك الصحة. ربي يجيب بالخير، ربي يجيب بالخير ان شاء الله. ان شاء الله خويا علي. نقعدوا في العاصمة، عندنا سعيد. سعيد معنا؟ سعيد من العاصمة. سعيد؟ وقلت تقطع الخط مع سعيد. نروحوا لحمزة. حمزة من العاصمة. حمزة؟ نعم. مرحبا بك حمزة، تفضل. الله يسلمك، يزيد فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خويا عيطت بك باسكو المظاهرات تاع نهار الجمعة اللي كانت سلمية، شاركنا فيها حنايا، وكنا في الصف الأول، وضربونا وحقعونا. مهما كانت مسيرة سلمية، وضربونا بالبومباغاز وضربونا بالمطرق بأي سبب. واليوم كنا تاني قدام المجلس الدستوري، وكان الأمن شديد، ثم كل حاجة راهي تتواطأ فيها الحكومة راهي مجدة محكمة، ثم يحسبوا للشعب الجزائري يعرفوه.
كانت عندهم اكسبيرينس معنا من وقت الفيس من التسعينات وما بعد. على بالك يعرفونا طيب يعني. لو كان كنت في لطو تعب بحسن نلقى الجيش. حمزة انت راك تقول باللي ضربوكم يعني هل انتم رديتوا بالعنف؟ كانوا ديجا شوية اللي تيراو بالحجارة والشرطة ترد بالبومبا غاز وترد بالبومبا كليموجين ويتيروا بالحجر، الحجر اللي يتيروا الشعب البوليسية يعودوا يتيروا الشعب. على كل حال على 10 تاع الليل كي بداوا لي مانيفيستاسيون كي بداوا الناس بدات تخرج، الجيش كان مقاري في باب احسن وعندي فيديو كاميرتهم وكل شيء. ثم قبل ما يبدا التخريب ومام الى كاين الناس مخلصينهم قبل ما يبدا هذا الشيء، الجيش مقاري في باب احسن ربع كوامن معمرين بالعسكر. ثم هذا الجوفرنمون اللي اساسا راهو يوجد ويخطط للشعب الجزائري الله يجيب الخير لبلادنا ويعطيكم الصحة. ماذا بينا بك تبلغوا يعطيكم الصحة على وش راكم ديروا، ربي يعاونكم. بارك الله فيك حمزة، شكرا على الاتصال، يعطيك الصحة. بارك الله فيك. نروحوا نشوفوا برك هذا الصور الآن، تصلنا هذا الصور مباشرة من مجلس الدستوري أظن الكونسي كونستيتيسيوني. الصور هذه الآن أمام المجلس الدستوري. نروح لحمد من العاصمة. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تما هكذا راهي الحالة لاباس، أنا سهرانين معكم. ألو راك فرحان أخويا أحمد؟ راني فرحان يا أخويا على خاطر كيحطوا الدوسي تاع الرئاسية تاع بوتفليقة هذايا. ايا تما راشي تما كان فشل، وانا ما حبيتش كي فشل، انا زعفت بصح ما فشلتش. ايا من بعد هذيك شفت الحصه تاع جبل بن شنوب تما كان زعفان ثاني فشلان. كيف راك رفقت له احمد؟ والله رفقت له. وتسمع حبي يقول شغل، وانا كنت على بالي بيتعاود ديماري الحاله. كنت نحتس بها كيما نقولوا تعاود ديماري الحاله. ولازم الشعب هذايا ما يفشلش، لازم في الليل المسيرات وفي النهار العصيان المدني. كاين ناس يعيطوا في التليفون يقول لك دو ديس، هذا كلش فو. لازم كلش مع سخون في الليل المسيرات وفي النهار العصيان المدني، لازم تضحيات. وشو بالسلميه؟ لازم نروحوا بالسلميه وفيها خير ان شاء الله، الشام يعاود يولي. وانا فرحان نشكر بزاف الشباب هذايا، وانا مشيت باسكو عاود خرجت في الليل ومشيت في المسيره تاع الليل هذيا. وانا فرحان بزاف بالشباب هذايا اللي ما عاش التسعينات، باسكو انا في عمري 55 سنه. الله يبارك. عشت التسعينات. تسمى صراحة انا الشباب هذا اللي تسمح بيقولوا دخل للتيرا كيما نقولوا، فهم. نعم. وفيها خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. يعطيك صحة احمد، بارك الله فيك. فيها خير وتفكرني باللي فيها خير. ان شاء الله اخوي احمد، ان شاء الله نتمناو الخير.
بارك الله فيك. نروح ونشوفوا برك هذا الصور الحية من سطيف، مدينة سطيف. نروح نشوفوا هذا الصور ونرجع لكم. صور من مدينة سطيف. نعود نرجع للضيف تاعنا الأستاذ سفيان شويتر. أستاذ سفيان شويتر، يعني كي تشوف هذا الصور معبرة يعني الإصرار تاع الشعب الجزائري، مئات الآلاف اللي تخرج اللي خرجت هذا المساء في كل المدن كما رانا نشوفه يعني في الفيديوهات هذه سلميا، حبينا نسمعوا رايك، يعني ما هي قراءتك في هذه المسيرات وهذه العزيمه للجزائريين؟ لا شوف، في الحقيقه النضال الان الشعب الجزائري يعني بكل الاطياف تاعه، يعني ما فيش تفرقه ما بين امازيغي عربي معرب مفرنس إسلامي علماني حداثي إلى آخره. يعني الشعب بكامله يختار، عنده خيار الآن، الخيار الاستراتيجي بالنسبة لوضع حل لهذه المنظومة الحاكمة في الجزائر هو خيار المقاومة المدنية السلمية. المقاومة المدنية السلمية لازم الناس تفهمها، وخاصة الإخوان الشباب، عندما السلمية مش معناها ضعف، بالعكس هي أكبر قوة من استعمال السلاح. علاش؟ لأن الأنظمة الحكم ترتكز على ركائز دي بيلي، كأنك مساس عندما تبني دار فيه دي بيلي، الجيش، الأمن، القضاء، الضرائب أو المصالح الأمنية، المؤسسات الدينية، الإعلام إلى آخره. الهدف من السلمية عندما تواجه هذه الركائز، الهدف الاستراتيجي للحراك السلمي أن هذه الركائز، مثلا نأخذ الأجهزة الأمنية أو الجيش، أنك لا تحطمه، لأن الحراك السلمي لا يحطم، وإنما تعاود ترجع هذه الأجهزة الأمنية اللي كان في الصف هذه العصابة الحاكمة تصبح في الصف الشعب. يعني مثلا الشرطة، عندما يصبح الشرطة يفهم أن الشعب يمارس حقوقه المشروعة، يعني سواء عن طريق القوانين أو عن طريق المفاهيم يعني الشرعية بما فيها حتى الأديان، يعني حقه من ناحية الأديان السماوية ده حقه، التعبير والاختيار، اختيار من يحكمه، هذا من جهة. من جهة ثانية الشرطي عن الشرف تاعه احنا نعرفوها في الديمقراطيات، هو يحمي المواطن، هو لا يقمع المواطن. والشرف الشرطي أنه لا ينتهك القوانين لتحمي المواطن، لأنه يصبح ما يبقاش مرتبط، يعني مرتبط الشرطي المعروف الذي يحمي الناس، يحمي حرية الناس، يحمي حقهم في الحياة، حقهم في الحرمة الجسدية والمعنوية، بالعكس يصبح كأنه رجل العصابة. وبالتالي على الشرطي أن يا إما إذا كان استحالة أنه يرفض مثلا تنفيذ الأوامر تلقمة، ربما عنده طرق أخرى، وهو أنه ينفذها بتنفيذ نوع من البطء، لكي أنه مثلا تصبح هذه الأوامر القمعية تصبح تفقد القيمة تاعها والفعالية، وبالتالي نوع من الطرق أن تصبح القمع يصبح ضعيف هذا، أو أنه مباشرة أنه يرفض تنفيذ هذه الأوامر القمعية ويصبح مع الشعب. وفي حال ما أنه الأجهزة الأمنية بالاسلاك درك والشرطه الى اخره انها ترفض الاوامر القمعيه تاع السلطه، فالنظام ما يبقى له اي، يعني ما بقاش يعني يبقى قائم، لانه احد الركائز تاعو سقطت، وبالتالي سيسقط النظام. هذه هي المفهوم تاع النضال السلمي، مش فقط المسيرات والمظاهرات، في مسائل متعلقه بالعصيان المدني. العصيان المدني مثلا علينا مثلا
مثلا على سبيل المثال، والشعب يختار الطرق التي يريد استعمالها، حملة وطنية مقاطعة عدم دفع إيجارات الكراء للسكنات على بي جي، الفاتورات الكهرباء والماء والغاز، طالما أن مجموعة كان مجموعة من الأشياء يعيشها في نادي صنوبر في كلاب دي با في الحج، لا تدفع يعني سنتيم، يعني سنتيم ما تدفعوش، بل تعيش على طهر المال العام. نعم. السؤال يا إما مثلا إما أن الجميع يدفع مستحقات المؤسسات العمومية، أو أن الجميع لا يدفع. أستاذ شويطار، أقعد معايا لو سمحت، دوك نرجع ليك، نحن نشوفوا برك هذه الصور التي تصلنا الآن من وهران، نحن نشوفوا هذه الصور ونرجع ليك أستاذ سفيان. أستاذ سفيان شويطر، يعني تكلمت على المؤسسة الأمنية، لو كان فيه يعني مرحلة انتقالية ولا انتقال ديمقراطي، يعني كيفاش راك تشوف هذا دور المؤسسة الأمنية؟ دور النخبة ودور القوى السياسية الاستعداد، لأن تعرف الأحداث السياسية قد تتسارع، قد ينهار النظام، قد النظام لا يعلن على إجراء مفاوضات، وبالتالي حسب طبيعة الانتقال السياسي إذا كان انهيار النظام بكامله تصبح للقوى السياسية المعارضة عندها نوع من المارش دو مانيفر شوية واسعة لوضع خارطة الطريق وتنفيذها بالنسبة لتسيير مرحلة الانتقالية. إذا كان في نوع من التفاوض، ما يسمى بالانتقال التفاوضي للترانزيشن نيغوسي، أكيد أن النظام راح يتفاوض على أساس الانسحاب من السلطة مقابل ضمانات. هذه عادة أنها هي ما جرت مثلا في تشيلي، ما جرى في جنوب إفريقيا إلى آخره، عادة هذه هي المطالب الأساسية، وهي ضمانات عدم المتابعة عن ما ارتكبوه من جرائم الماضي. هنا تبقى القوى السياسية التي ستمثل الشعب مثلا في مفاوضات، وهنا الحراك الشعبي لابد من يبقى مستمر، لازم الناس تعرف بلي الاستمرارية تاع في النضال ما هو الا وسيلة الضغط على هذه السلطة، وستمكن حتى القوى السياسية في حال ما التفاوض تكون التفاوض من باب القوة. وتعرف ان في المفاوضات ليست العدالة القضية هي التي تفرض نفسها على طاولة المفاوضات السياسية، وإنما الميزان القوة هو الذي يفرض ما هي ورقة الضغط التي لديك في يدك يعني. وبالتالي أنا أدعو الشعب الجزائري أن هذا الحراك السلمي، هذا النضال في الشارع، احتلال الشوارع، هذه وسيلة فعالة للضغط على النظام. وأقول أنا حسب قراءتي، يعني قراءتي بالنسبة لما يسمى بسياسة الهروب إلى الأمام، عن أن الترشيح بوتفليقة ليس بالضرورة أنهم في مرحلة القوة. هناك عرفنا مثلا في تونس، في مصر، في بعض الدول، حتى في ألمانيا الشرقية في العهد الشيوعي عندنا وقعت مظاهرات إلى غاية تحطيم جدار برلين، كانت مواقف البداية نوعا من عدم التنازل، وبعدين بعد استمرار الحراك والضغط الشعبي تبدأ الخطاب النظام يتنازل شيئا فشيئا إلى غاية السقوط. نفس الشيء بالنسبة ما وقع في تونس مع الدكتاتور بن علي أو مبارك. شوف في البداية بعد الحراك الثورة المصرية أو الثورة التونسية، شوف المواقف تاع هذه الرؤساء، كانت مواقف ترفض هذا الحراك، كانت تعتبره مؤامرة لتحطيم البلد، ثم انتقلت شيئا فشيئا بعدما تمسك هذا الحراك السلمي الذي أصبح
ضغطا رهيبا على السلطه الحاكمه بدات يعني من فوق. كاين حتى العباره المشهوره تاع علي بن علي احنا فهمناكم يعني نحن فهمناكم وحاول وهي التنازلات الى غايه خلاص الى غايه انه هز الحقائب تاعه وراح. وبالتالي الناس ما يعني ما تفشلش قول بلي ان النظام عنده يعني عقليه جامده رايح للامام. لا بالعكس هذا يقدر يعطيك حتى سين دو فيبلاس لان في ورطه الى اخره. وبالتالي لابد من الحراك انه يستمر. هنا ثاني تقع مسؤوليات على النخبه بجميعها استاذ سفيان شويتر. نروح للنقطه هذه من بعد لو سمحت. ابقى معنا كريم طابو. يعني المؤسسه الامنيه الان دورها يعني مهم جدا، خاصة لو كان فيه انتقال ديمقراطي، وهذه المسيرة نشوفها يعني راهي تزيد في الوتيرة. كيفاش راك تشوف دور المؤسسة الأمنية؟ شكرا سي ناصر. ديجا الرسالة الأولى نقدر نقوله باللي هذا الحراك الليلي غير شيء ما من المعادلة، أن النظام حاول أن يناور الرسالة المنسوبة لبوتفليقة في ترشيح بوتفليقة هي محاولة المناورة، وأصبحت اليوم رسالة لا حدث، رسالة ميتة لا معنى لرسالة ترشيح بوتفليقة. ثم أكيد أن هذا الحراك يجب أن يأخذ مسار يؤدي بتغيير النظام بأكمله، لأن هذا الحراك يبقى خاصة من الجانب السياسي وبالخصوص من جانب السلطة قد تتربص على هذا الحراك وتريد أن تناور المجتمع. والأساليب معروفة، الأساليب معروفة قد بين قوسين تزين الواجهة، والرسالة ضمنت بعض من الأشياء، وربما تأتي إجراءات في الأيام المقبلة، مثلا إقالة الحكومة أو شيئا من هذا الصنف. فالنظام قد يحاول في المرحلة الأولى في هذه المرحلة أنه يناور، وإذا يعني بقينا في التجنيد وفي تكثيف الضغط على هذا النظام سواء على مستوى الشباب على مستوى الحراك على مستوى النخب السياسية، النظام ممكن أن يلجأ إلى الأساليب القديمة وهو أسلوب التخويف وأسلوب الاستفزاز، وهذا يطرح معادلة ما هو دور المؤسسة الأمنية في هذه المحطة التاريخية التي تعيشها الجزائر. احنا الرسالة نوجهها لأسلاك الأمن، لأن في آخر المطاف هذا الناس اللي في المؤسسة العسكرية أو في مؤسسة الشرطة أو في مؤسسة الدرك يجب نهائيا أنهم يعني عندهم الكفاءة عندهم القدرة عندهم التربص عندهم الخبرة عندهم يعني كل الإمكانيات باش يقيموا وشن هو ليفيد الجزائر كدولة ليفيد الجزائر كمجتمع والمهام التي قد تعطى له ليفيد عصابة معينة أو مجموعة معينة. لأول مرة أي واحد في أسلاك الأمنية يجب أن يقوم بمشاورة الضمير، مشاورة الضمير يعني بجدية وبصدق يطرح على نفسه وعلى ضميره السؤال: هل أريد، هل أشارك في الذهاب إلى بناء دولة القانون؟ أين يكون مهامي كعون في الأمن؟ هو تطبيق القانون أو سأبقى تحت رحمة عصابة وأصبح منفذ الأوامر أكثر مما أكون مطبق للقوانين؟ وهذه يعني المعادلة اليوم الرسالة مبعوثة وبقوة. عندما سمعت شباب ويقول نحل كاسكيتا واروح معانا سلمية 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 حضارية، هذه هي الرسالة. ولا أردنا أن نعطي محتوى كان في يجب خاوة يجب على كل هذا الناس من ضباط من جنود من كل ما يعني موظف في هذه المؤسسات أنه يطرح سؤال على نفسه على ضميره: هل يختار بين العصابة أو يختار بين البلد؟ هل يختار
الأقلية التي استفزت، التي استفادت، التي نهبت، التي سرقت، التي كسرت أمال الجزائريين، أو يذهب إلى المسار الطبيعي للتاريخ وأن يكون يعني مساند، حتى ولو في بعض الأحيان القانون لا يسمح بتآزر يعني لعمل سياسي، ولكن أن تكون لهم مواقف تسجل في التاريخ وتسجل في نضالات هذا الوطن. إذن بصفة عامة المؤسسة العسكرية أو المؤسسات الأمنية على مستوى الأشخاص، هذا هو الدور، هذا هو المساءلة النفسية ومساءلة الذات، مساءلة الضمير. ثم المؤسسة برمتها هذه مناسبة لكي تحدد نهائيا معاني المصطلحات. عندما نتكلم عن الديمقراطية في الجزائر نتخلص نهائيا من الديمقراطية الشكلية، من المظاهر، من الأكاذيب، لكي نذهب إلى بناء دولة القانون يسمى فيها القانون. لا يكون، لأن الفرق بين دولة القانون ودولة اللا قانون، في دولة القانون يطبق القانون، في دولة اللا قانون تطبق الأوامر. هذا هو المشكل اليوم في الجزائر. ما زلت على مستوى العدالة، على مستوى الإدارة، على مستوى كل الميادين، ما زالت الدولة الجزائرية تمشي في ظل هذه العصابة وهذا النظام الفاسد، ما زالت تمشي بقوانين غير مكتوبة، وفي معظم الأحيان تمشي بأوامر. إذن احنا الرسالة من باب الأخوة، الرسالة من باب الاحترام، الرسالة من باب النضال. هذا النضال تاريخي، هذا يسجل في 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 مسيرة، في مسيرة أمة، أنه هذا الناس اللي موجودين خاصة في الأسلاك الأمنية أنها تدرس وتسائل نفسها في ذاتها بأن في آخر المطاف هذا الحراك سيؤدي حتما إلى تغيير، فالجزائر لن تكون جزائر قبل 22 فبراير. شكرا كريم طابو. نأخذ بعض المتصلين. عندنا مكالمة من وهران. من شكون اللي معنا؟ السلام عليكم. بومدين. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. معك الأخ بومدين من وهران. مرحبا بك بومدين. كيفكم داير لاباس؟ الحمد لله، بارك الله فيك. شكرا على الاتصال. الحمد لله. عندي واحد تدخل أخ كريم. بعد ألو. أنا نسمع فيك بومدين، تفضل. بومدين أكتسمع فينا؟ نقطع الاتصال أظن. نقولوا للإخوان نروحوا لمصباح من بجاية. مصباح أحمد من الجزائر، نروحوا لأحمد للجزائر. أحمد. ألو مساء الخير. مساء النور. وبشركم الأخ لاباس خير؟ الحمد لله، بارك الله فيك يا خويا. الله يحفظك يا خويا، نحييك ونحيي الأستاذ كريم طابو. وحبيت ندخل برك في الموضوع تاع اليوم، الشعب ينتفض ضد منظومة الحكم. والله اليوم ما أصبحنا مهزلة في بين دول العالم. لست أدري أين نعيش، ماذا تريد هذه العصابة؟ في وقت مضى كنا نقول الأستاذ كريم طابو، كنا نقول من يقتل من الآن، من يسير من؟ ما فهمناش هذا النظام. يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، خافوا الشعب، خافوا ربي في هذا الشعب. كيفاش تروحوا ترشحوا إنسان مريض؟ ما فهمناش احنا اليوم، والله ما فهمنا وين رانا رايحين. ما يحوسوا يدخلوا الجيش، يحوسوا هذه العصابة المجرمة. كان الأجدر منها أنها يعني تسمع إلى صوت الشعب. خرجنا في مظاهرة الأسبوع الماضي وخرجنا في مظاهرة الجمعة هذه، أعطينا لهم رسالة سلمية أنه التحرك تاعنا سلمي، طالبناهم بالرحيل، كان الأجدر بهم أن يرحلوا، لكن تعنتهم سيؤدي بنا إلى ما لا يحمد عقبه. أملي كجزائري وبدرجة ثانية كصحفي، أني كنت مارست مهنة الصحافة، غادرت من مؤسسة النهار منذ حوالي أسبوعين وفقط. والله يندل الجبين لما تشوف حال الجزائر التي كنوا يتغنون بشهداء. القايد صالح اللي كان يقول لك باللي حفاظا على أمانة شهداء، أليس فيهم رجل رشيد يمكن أن ينقذ البلاد؟ حطموا البلاد وسحروا الساحة السياسية من رجال أكفاء يمكنهم أن يقودوا هذا الوطن. أخي أشكركم وأشكر قناة المغاربية وأشكر ضيفك الأستاذ كريم طابو. والله كي نشوفه لما يعبر على يعني مآسي الجزائر وين أوصلتنا هذه العصابة وهذا النظام الفاسد،
نطلبوا ان شاء الله ربي يلطف بينا ويجبر بخاطرنا ويجيب لنا ناس صالحين كيما الاستاذ كريم طابو اللي نتمنى ان شاء الله يكون انسان قيادي ويكون انسان مسؤول ويسيروا بسفينه الجزائر الى بر الامان. تحياتي لكم رحم الله شهداء الوطن وتحية الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك أحمد. نروح لعبد القادر، نقعدوا في الجزائر العاصمة. عبد القادر من الجزائر العاصمة، مرحبا بك عبد القادر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخوي احنا كنا نتمنى إن شاء الله العقوبة نقولوا اليوم عبس إن شاء الله حقيقي، ونتمنى ان شاء الله المظاهرات هذه تكون شرعية، يعني ما فيش من وراء كما يقول خلفيات، وهذا بحكم التجربة يعني بحسب الأمر. الخوف من ما يعني يسرى وش صار في التسعينات، والله لو كان الجيش ما يدخلش ويقولوا بركانة، يعني يدخل دارك راك مريض ادخل دارك، والله الأزمة منتظرة، يعني هذا مادام الجيش ما دافعش على الشعب وعلى الوطن، يعني فيها كما يقولون ما كيتشدلوش، لأن الشعب لأن الجيش التحرير أو الجيش الميليتان تاعنا هو ولد الشعب، هو اللي لازم يحمي الشعب ديالي ولازم يحمي الوطن ديالو على فوا. هذا ما نتمناه إن شاء الله، مسيرة دنيا إن شاء الله فيها خير. ونشكر القناة المغاربية على الدور اللي راهي تلعب فيه، وإنما كاين دور إذا كان واحد تقبلها الشباب نتاع الشباب مسكين، يعني ماهوش واعي إلى درجة السياسة، لأن لازم يقرأ التاريخ نتاع الجزائر ونتاع الشخصيات الوطنية، الشخصيات الوطنية اللي يحبوا الوطن، لأن هذا الناس اللي جابوهم نصف كبير يقول لك تدخل فرنساوي، تدخل أمريكي، تدخل خليجي، تدخل كذا، تدخل كذا. احنا حابين ان الناس وطنيين، يعني خارجين من العمق نتاع الشعب ووطنيين من الشعب، يعني يحبوا الوطن ويحبوا الشعب نتاعهم، ماهوش في ازمات تلقاهم حاكمين الباسبورات نتاعهم وهاربين بولاهم وبولادهم. شكرا، بارك الله. نتمنى لكم كما قال النجاح ان شاء الله في هذه كما يقولوا الحمله نتاعكم، وربي يعاونكم. بارك الله فيك عبد القادر، شكرا على الاتصال، يعطيك الصحه. شكرا. نروح لمحمد من الجزائر العاصمة. محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي للأخ طابو، بارك الله فيك. أنا حبيت نذكر واحد زوج حكمات قالوا بسي الحسين يتحمد الله يرحمه، قال خطرة في غصة الحرشة، أنا حاضر دو، قال الشعب اللي ما ركعش سهل عليه يموت، واخترا قال لك ثالث قال لك هذا لو بوبل ستان جيون افيك اون تيت دي بانك. انا حبيت نقول برك فيما يخص هذو جماعه تاع الاحزاب الموالات اللي يقولوا في بوتفليقه جا قال لك نحانا لادات، وقال لك جاب لنا السير لادات اللي نحاها ورجعها ب 55 مليار، والسلم اللي جابوها وراح يدفع لنا في واحد في واحد جهنمه ربي يستر برك. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، يعطيك الصحه محمد. نروحوا لبومرداس، عندنا سعيد من بومرداس. سعيد. الو خويا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك سعيد. يبارك فيك خويا، انا عندي واحد النظره عليهم. الو. راني نسمع فيك سعيد، تفضل. شوف خويا، قالوا العام هذا باه يردوا رواحتيهم ويجدوا رواحتيهم في العام هذا ويروحوا، هذه هي الخطه اللي يديروها. ما كانش خطه واحده اخرى، الوقت ما يساعدهمش باه يروحوا مصالحهم هنا في الجزائر. العام هذا يوجدوا فيه رواحتيهم بالعقل، يخدموا رواحتهم. ونقول لك حاجه، انا ولادي دوكا زوج راهم برا، ما على باليش كاع واش راهم بيهم. يحولونا في الليل كيما هذا ربي يهولهم. ربي بالخير ان شاء الله.
شكرا سعيد بارك الله فيك يعطيك الصحة. شكرا سعيد بارك الله فيك. أستاذ سفيان شويتر، يعني سمعت هذه المداخلات للجزائريين، عزيمة كبيرة يعني باش يطوي الصفحة مع هذا النظام. السؤال، أنت تكلمت على النخبة، النخب يعني دور النخب وكيفاش ممكن تأطير هذه الطاقة والدور القيادة والدور رؤساء الأحزاب والأحزاب التي هي في المعارضة التي تطالب يعني باش يكون فيه تغيير النظام، كيف يمكن بلورة خريطة الطريق سي سفيان شويتر؟ لابد من الاعتراف، لازم نكونوا نعترفوا ان للاسف الاحزاب السياسيه منذ مده ما عندهاش خيار، ما كانش هذا هو الخيار تاعها، الحراك الشعبي في الشارع والنضال المسمى بالمقاومه السلميه المدنيه للاسف، وبالتالي يعني ذهنيتها ربما لم تكن مستعده لهذا الحراك. الشعب هو الذي عن طريق شباب على المواقع التواصل الاجتماعي كانوا متفقين أن ضرورة تغيير هذا النظام في حقيقة الأمر عن طريق الشارع، وهم الآن الشارع فرض نفسه. أعتقد أن الأحزاب لأحزاب سياسية لها دور كبير في هذا، وهو تشجيع الحراك، تشجيع مواطنة الحراك السلمي بمختلف طرق العمل، من بينها التأييد للنداءات أو البيانات للمشاركة. الدور كبير كذلك للأحزاب السياسية أن تتدخل قبل وقوع أي ربما بعض الاضطرابات إلى لدى الأجهزة الأمنية، وهذا دورها، وهذا دورها باعتبارها أنها أحزاب سياسية، نتدخل أمام الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها، لأنها مش ملك فقط للعصابة وإنما ملك للشعب الجزائري، أن تقنعها بعدم القمع ممارسة الشعب، لأن الشعب يمارس في الحقيقة، لا يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون، وإنما يمارس حقه في التعبير عن رأيه في سياسة متعلقة بالشأن العام. وبالتالي دور الأحزاب السياسية هو أن تكون كذلك وسيط ما بين هذه الأجهزة وبين الشعب لكي لا يكون هناك اصطدام، هذا من جهة. والجهة اللي بالنسبة لي أنا شخصيا وهي أهم، وهي التحضير لما ما بعد النظام، لأن أنا شخصيا ربما البعض يرى أني متفائل أو مانيش عارف، أنا أعتقد أنه الآن لابد من استعداد لمرحلة ما بعد النظام. الشعب خلاص زاد أكد لنا، يعني صراحة أكد لنا أنه خلاص الشعب اتخذ موقف ولا يتراجع إلا إذا كان ولا أعتقد أنها ستحدث إلا إذا كان هناك مجال. ولكن أستاذ سفيان، كيفاش يكون التحضير لهذه المرحلة على حسب رأيك؟ أنت راك تشوف باللي المرحلة القادمة ستكون يعني نقولوا صفحة جديدة، كيفاش يكون هذا التحضير لهذه المرحلة؟ شوف، عادة في هذا النوع وهو ما يسمى بالانتقال أو التحولات الديمقراطية، مانيش عارف كيف سيقع الحدث. بداية الانتقال السياسي، يا هل كما قلت يا هل انهيار، لأن عادة حتى الناس اللي كانت تعتبر هناك أنظمة حاكمة قوية انهارت، يعني بين ليلة وانهارت. الاتحاد السوفيتي سابقا، ألمانيا الشرقية التي كانت بمقتضى الشرطة السياسية لاشتازي تتحكم في زمام الأمور ولكن فقطت، يعني نهض الشعب فقطت. هناك في بعض المجتمعات هناك نوعا ما الأنظمة الحاكمة قررت تحت الضغط أنها تدخل في مفاوضات مع المعارضة مع القوى السياسية لتنسحب بشكل سلس. هذا الفرضيتين أو الاحتمالتين، لابد أن القوى السياسية الأحزاب السياسية أن تستعد الاحتمالات، لأن صراحة عندما شفت البلاتفورم دو مازافران الأرضية مازافران التي كانت تنادي بالمرحلة الانتقالية لم تضع تصوراتها كيفية تسيير المرحلة الانتقالية والاحتمالات، لأن ما كانش نظرية واحدة وإنما احتمالات كثيرة، وبالتالي خلتني أنا شخصيا انطباع أن الأحزاب السياسية أعتقد ليس لديها نظرة في احتمال كيف ستبدأ المرحلة الانتقالية وما هي المؤسسات
لأن الانطباع كذلك خلاني أنه وكأننا راح نرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبناه بعد أحداث أكتوبر 88، وهي مرحلة الانتقالية من الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية، ولكن سيرتها مؤسسات الحزب الواحد، برلمان أنذاك كان برلمان الحزب الواحد، والذي يعني وضع قوانين ليبرالية في البداية، وفي نفس الوقت راح قيد يعني في ديسمبر 91 وهو البرلمان في عهد حكومة غزالي مثلا أصدرت قوانين التي غيرت من القوانين التي وضعت في حكومة حمروش واحد، وبالتالي تلقى هذه المؤسسة قادرة في نفس العهدة تضع قوانين متناقضة يعني الإكستريم على الإكستريم. نعم. شفنا حكومات نفسها من حزب الواحد أنذاك التي سيرت، وبالتالي أعتقد حان الوقت أن نفكر أن نترك أو نسمح حسب البيان أو حسب الرسالة المنسوبة إلى رئيس بوتفليقة، وأن كأننا راح ندخل إلى انتقال السياسي السلس حسب المصطلحات اللي استعملها، وكأنهم هما الذين يبادرون وهم الذين يوضعون الـ 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 نعم. الخارطة الطريق، ولكن في الحقيقة الأمر كما قال الأخ كريم طابو وهي فقط إعادة تجميل طبيعة النظام أو إعادة كيفاش يعاود يرجع من جديد بصورة أخرى إلى آخره. لابد أن نكون يعني يقيدين في هذه المسألة ونستفيد من الخبرات في الدول الأخرى والخبرة الجزائرية. يعني الخبرة الجزائرية أنا أعتبرها أن ليشاك يعني التجربة، وهي أن تركنا تسيير هذه المرحلة عن طريق المؤسسات الحزب الواحد، وبالتالي النتيجة وقعت في جانفي 92. هذا يعني ما يعني راك تحكي على ما حدث بعد 5 أكتوبر 88. نعم هي مرحلة لابد من الاستفادة من المراحل. يعني إذا كان النظام راح يدخل في المرحلة الانتقالية، أعتقد من الاستفادة من التجربة السابقة أن القوى السياسية تكون يعني حاسمة برفض لابد من أن تشارك تشارك هذه الأحزاب في وضع خريطة الطريق حسب الموازين القوى، وأن تفرض رأيها، وأن تكون هناك مؤسسات انتقالية وليس مؤسسات النظام نفسها. شكرا من تشكيلة. شكرا أستاذ سفيان شويتر، بارك الله فيك. كريم طابو نفس السؤال، يعني المغربية استضافت الكثير يعني من النخب، منها يعني رؤساء أحزاب، إعلاميين، أكاديميين، باحثين جامعيين. أنت كيف شارك تشوف يعني دور هذه النخب في هذه المرحلة وتأطير كل هذه الطاقة؟ سمعت يعني الجزائريين راهم يسون ديسيدي تورني لاباج. كريم طابو، والله كل المتدخلين يعني أحييهم أن أتوا بإضافة إلى النقاش، وما حدث وما قامت به المغاربية هي زرع لبذور. أنا من الناس اللي يقيموا هذه التجربة وهذا الحراك هو أنه نتاج لشيئين، نتاج لتسيير من طرف النظام الذي أغرق البلاد في المشاكل، في الفساد، في الحقرة، في فقدان الأمان، ولكن أيضا نتاج لعمل سياسي قامت به نخب قد يكون يعني نسبي، لم يؤدي حتما هو الذي أدى بالحراك، ولكن هناك بذور زرعت من طرف مناضلين، من طرف نخب، هناك تضحيات، هناك تجارب، هناك مسار سياسي طويل. إذن اليوم عندما نتكلم على سلمية الأحداث وتحضر في الأسلوب، قد أتى هذا التحضر وهذا الأسلوب من تجارب سابقة، الناس درست تجارب سابقة، الناس لها ذاكرة، حتى ولو رأينا بأن هذا الشباب أغلبية الشباب في عمرها 20 سنة و25 سنة، ولكن الذاكرة قد تكون ذاكرة عائلية، قد تكون ذاكرة متواصلة الأجيال. إذن اليوم ما تقوم به الشباب هي في نفس الوقت نقطة وصول ونقطة انطلاق. هي نقطة وصول لمرحلة معينة بدأت منذ الاستقلال بكل التراكمات وبكل الإخفاقات وبكل ما يعني وبكل الإنجازات السياسية على الصعيد النضالي.
ثم هناك مرحلة جديدة. اليوم نحن مع عصر جديد على المستوى العالمي، على مستوى المعمورة بأكملها. نحن مع عصر تويتر، مع عصر الانفورماسيون اوتونتي اوتون ريال، مع عصر الانترنت. وما زلت نحن مع أنظمة لفكرها ما زالوا في السبعينات. هناك يعني المشكل في التوقيت، ان ديكالاج اورير، ديكالاج اورير بين الجيل يعني الحديث لهذا الجيل الشباني وجيل سياسي يعني راكد وحابس باللهجة العامة في تفكير وفي أدوات وفي آليات سياسية قديمة. إذن اليوم وش هو المخرج؟ وأريد أن أوضح يعني ملاحظات بسيطة. أنا أريد أن هذا الحراك أنه يطرح بصراحة العبارة مطلب تغيير النظام. قد يناور البعض، قد يناور البعض وراء هذا الحراك لكي يجعل بهذه الحراك بمسألة واحدة هي قضية العهدة الخامسة. أكيد أن مطلب الشباب هو لا للعهدة الخامسة، ولكن الشعارات التي رددها ورددوها الشبان في كل المحطات في كل الولايات هو تغيير النظام، تغيير النظام، وهو الرجوع في آخر يعني المعنى لهذا تغيير النظام هو إخراج القرار السياسي من الدائرة الضيقة المكونة من عصابات، من مجموعات مصالح، من ما يسمى في اللهجة السياسية صناع القرار، تحويل القرار السياسي من هذه الدائرة الضيقة إلى الدائرة الواسعة وهي الشعب. في هذه العملية أكيد أنها يجب أن تكون آليات، آليات التحول، آليات التحول من الدائرة الضيقة إلى الدائرة الموسعة. وأنا مع أشاطر الأخ سفيان عندما يقول أن من بين الإخفاقات، من بين الأمور التي حدثت مشبرك في 88 حتى قبل 88 هو الانتظار أن مؤسسات التي أدت إلى الفشل هي التي تصلح المنظومة، هي التي تبادر وهي التي تسير المراحل الانتقالية. اليوم هو تكلم سي سفيان على لازم الأحزاب السياسية تستعد لكل الاحتمالات. أكيد أنه الأحزاب السياسية حان الوقت أنها الأحزاب السياسية تقدم بيانات مساندة، تنزل إلى الشارع، تطلب من المناضلين لكل الأحزاب أنها تشارك بقوة، أنها تؤثر وأنها تعبر عن أفكار سياسية، لأن كل هذه الأفكار السياسية قد تجمع في أرضية لو حاولنا استخراج الزبدة من كل هذا الحراك. لما وجدنا بأن الشباب طرح أفكار أساسية قد تحول هذه الأفكار الأساسية إلى برنامج سياسي، عندما تسمع شباب بالآلاف يرددون أن الجزائر جمهورية ليست بمملكة، هذا عنوان سياسي كبير يتطلب جهد، يتطلب اجتهاد، يتطلب تفكير، يتطلب أنه يجسد في أفكار سياسية. هذه فكرة عامة، هذا عنوان الشارع يعني حط عنوان، وعلى النخب السياسية أن تعطي محتوى لهذا العنوان. ثم أن الأحزاب السياسية تراسل المؤسسة العسكرية أنها تصرح حول وتحمل مسؤولية للمؤسسة العسكرية، لأن قد تكون انزلاقات، ربما تحدث الانزلاقات. احنا في موقعنا نريد أن يستمر الحراك، لا نخوف الشباب ولا نستفز الشباب ولا نسقط في فخ الذين يريدون استعمال بعض الأساليب التخويف والترهيب، ولكن النخب السياسية يجب أن تتحمل المسؤولية. ثم البرنامج نحن لسنا في 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 صدد صناعة شيء، ولكن في العلوم السياسية وفي التجارب التي عاشتها أمم وشعوب هناك آليات تحول سياسي. أكيد أنها هناك يعني مختلف الآليات، تحذير لما بعد النظام، ولكن يعني حسب كلام سفيان أولا هو العمل من أجل تكريس مبدأ التمتع بالحريات والحقوق. كانت في وقت ما الجزائر العاصمة
يعني ممنوع عن الجميع، ضرب الطبيب، ضرب المعلم، يعني صارت أمور في الأشهر القليلة السابقة. كان يستحيل على حزب سياسي وعلى منظومة يعني طلابية أو عمال أو أطباء يعني يخرجون إلى الشارع في العاصمة. ولا يوجد، لا يوجد في تاريخ الأمم وحتى في العلوم السياسية مصطلحات تسمى بانتخابات أو تسمى بالديمقراطية في ظل انعدام الحريات. القاعدة رقم واحد هو الرجوع والعمل من أجل تكريس حق لا يعني لا مفر منه ولا وغير قابل للتفاوض، هو حق ممارسة الحريات الفردية الجماعية وكل الحريات السياسية بدون إقصاء، لأن حتى في بعض الأحيان هناك مشاكل في المفاهيم في المصطلحات، في بعض الأحيان هناك أنانية موجودة عند البعض يقول لك أودي الحريات ولكن هذا الطرف السياسي يجب منعه عن ممارسة السياسة، يجب منعه عن ممارسة الحريات. يا أخي الحريات تكون للجميع، والفصل في الأمور في المنافسة السياسية في الانتخابات ترجع بكل السيادة للمجتمع، لكي يعني لا نظلم أحد ونبني مجتمع يعني متوازن بكل أفكاره وبكل طيارته. ثم المعمول يعني سميها مجلس تأسيسي، سميها هيئة تأسيسية، ولكن إلزامية الذهاب إلى هيئة تؤسس للدولة الجزائرية التي قد يكون عنوانها ومحتواها دولة ديمقراطية اجتماعية كما نص عليها بيان أول نوفمبر. شكرا كريم طابو، بارك الله فيك. شكرا. أشكر كل الضيوف اللي كانوا معنا، أستاذ محمد بن علي مستشار سابق في رئاسة الجمهورية وقيادي في حزب طلائع الحريات، الأستاذ سفيان شويتر محامي ومحلل سياسي، كريم طابو هنا في الاستوديو المنسق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي لوديس، بوزيدي شعلال صحفي الذي كان معنا من الجزائر العاصمة. أشكر كل الذين اتصلوا بنا، يعطيكم الصحة أنتم اللي كنتوا معنا إلى هذه الساعة المتأخرة. انتهى وقت البرنامج. المغاربية يعني ستعمل بجهد للتغطية يعني كل الأوضاع في بلادنا، هذه المسيرات التي تعرفها الجزائر، التغطية مستمرة، بارك الله فيكم، قوة على خير.